أصول في أصول الشريعة. لأن لا غير اسمح لي خليني الأول باش نتكلم وعاد لوسكو جو فوا دون لو رابور سانتيز دوديت فو مونسيوني كو 4,4 مليون دو ليرام نون با ايتي رفليتي سور لي زيتا دو سانتيز سو كي انورمال بروميرمون سيتادير سور لاكتيف جي 1,100,000 است كو 1,100,000 إلي انكلو سور لي 4 اي بوركوا نا با ايتي سولدي علاش ما تجمعش ان القانون المحاسبه هو خصو باش يتجمع لان هنايا سي سوني با اون ايماج فيدال كونطاب اللي عارفين حنا في هذه القواعد انا حنا اللي عارفين غير من كنمشي للاصول كنشوف شنو هو الدين اللي شنو كتسال هذه الوكاله وبغينا حنا كاعضاء المجلس الاداري بغينا نعرفوا هذه المبالغ الغير مستحقه ديال لابروباسيون خصها باش الدار يرفعوا تقرير لاجل المصادقه والابراء ماشي المره الاولى اللي كيغيب عليها كنسمعوا بالاعتذار والحال انه سياسه التعمير لا يمكن ان تؤسس وتخطط في الرباط اذا كنا نتحدث عن الجهويه على وكالة إقليم الوكالة الحضارية ديال الناظور الدريوش وغتزاد ليها حتى كرسيف فأعتقد أنه السياسة العمران إذا تحدد فقط في الرباط راه التعمير في الرباط والدار البيضاء وما جواره ماشي هو الحال ديال هذه المنطقة هذه. ثانيا السياسة ديال التعمير راه خاصها تكون جهوية ما خصهاش تكون وطنيه لان لكل جهه خصوصيات وكل اقليم له خصوصيه وفوقاش غادي يعرف الوزير هذا الشيء منين يجي يتناقش مع الاعضاء ديال المجلس الاداري يسمع من اعضاء المجلس الاداري يسمع من مستدى الرؤساء المنتخبون اللي كيعانيوا يوميا مع المواطن ومع الاداره في نفس الوقت لانه علاش اسس قانون جديد فيه الردع والزجر لمن الرؤساء ديال الجماعات والحال انه الرئيس هو البارت شوك عندو كيمشي للمواطن عندو كيمشي للمستثمر ماشي كيمشي عند الوزير راه واخا السيد مدير الوكاله كيقول لي استقلتو 4000 راه 4000 جوج الاقاليم راه رئيس جماعه كيستقل 4000 حنا انه المشكل راه خاصو يتناقش محليا وتكون سياسه جهويه وسياسه اقليميه ماشي سياسه ضربات هذا السيد الوزير خاصو يعرف هذا الشيء المساله الشركه ديال العمران راه ما كيبني حد داكشي بسيط شركه العمران حنا كنعرفوا التصيد اللي كتعطى لها ولكن الخواص والاستثمار المحلي ورجال الاعمال المحليين والمواطن العادي اللي كنسمعوا دابا حاليا كاين سياسه خاصه بالنسبه للجاليه راه الجاليه راه نفس الشيء راه العمران ما كان حاليا ما بقاتش كتبني ما بقاتش كتشري هذا واقع كنشوفوا انا نعرفوا الارقام سي بنتي رئيس مجلس التقليم الناظور سي بنتي رئيس الجهه الساده ورؤساء الجامعه الساده اعضاء المجلس الاداري في البدايه نبدا نؤكد على الكلام اللي قالوا الاخوان بخصوص حضور السيد الوزير كنا ننتظره غير لسبب واحد يعني الممثل ديال السيد الوزير كذلك اليوم نخاطبه وكأن الوزير حاضر ولكن مع ذلك حضور السيد الوزير كنعتبر أنه فيه واحد النقاش مباشر ثم بالتالي أنه يحمل بمسؤولية ما يقوله طبعا الناس ولكن مع ذلك احنا نطلب من السيد ممثل الوزير انه يمثل يبلغ هذه الامور للسيد الوزير بامانه ويبلغه كذلك اننا كنا كننتظره فعلا انه كان وصل الى علم الجميع بانه غادي يجي وكنا كننتظره لان هذه الجلسه ديال المجلس الاداري اليوم
احنا نعتبروا هذه الجلسه داخله في واحد الحوار، واحد الحوار اللي كيتاتى مره او مرتين في السنه مع المسؤولين ديال الحكومه، ان في هذا الاقليم فعلا كاين واحد النقص في الاقليم ديال الناظور، الاقليم ديال الدرويش اللي كنتكلموا عليه في مجلس اداري، كاين واحد النقص، وربما هذا النقص يتفاوت ما بين الاقليمين بجوج، ربما الدرويش اكثر حاجه لواحد العدد من المسائل ومثلها الناظور بطبيعه الحال. احنا كنا بغينا ناكدوا للسيد الوزير ونقولوا له لابد باش يقدموا لهذ الاقاليم واحد الامكانيات، ولربما اكثر مما مضى لابد من هذه القضيه. في الحقيقة غياب الوزير كذلك خلى واحد شوية ديال الخصوص الوضعية الحالية، كان من فرعون السيد الوزير باش يحضر. انتم عارفين بانه مسؤولين حكوميين كيخصهم ما يغيبوش على هذا النوع ديال الاجتماعات نظرا للظرفيه اللي كتعيشها المنطقه. النقطه اللي بغيت نشير عليها، وانا راه طرحتها يمكن مرارا في هذه القاعه وفي نفس الاجتماع، المشكل ديال العقار. حنا دابا نتوما عارفين بان حنا رؤساء الجماعات، حنا اللي فن المدفع. المواطن ما كيعرف الا رئيس الجماعه، ما بغاش يعطي لي، ما بغاش يدير لي، ما بغاش هادي، ما بغاش هادي. حنا دابا الان في العروي انا عندي اشكال كبير غنقولها لكم. الرئيس جا وقف كلشي، بلوكا كلشي، بلوكا البني، بلوكا البيع والشراء، بلوكا كلشي. رجعت متهم بالدرجة الأولى في العلوي بأنني بلوكيت الاستثمار وبلوكيت كلشي. علاش؟ لأنه القانون ديال 25/90 كيجي كيقول لك سيدي السيد عنده 500 مات، كيهز كيحط الميت عند الوكالة الحضارية. وأنا بالمناسبة كنشكر إخوان الوكالة الحضارية أوتور ورأي المدير على المجهود اللي تيديرو، هذا لا شك فيه. ولكن هذا الموضوع ديال السيد عنده 500، أنا بغيت نشرحها للسيد المدير، لأن المدير ديال التعمير خاصك تعطيني جواب شافي. علاش؟ أنتم أهل الذكر كما يقال. الاعتذار السيد الوزير، كان سبب طارئ، لأنه كان قبل أسبوع عن زيارة التعرف ديال الشهر المجلس وكذلك زيارة الإقليمين، ولكن السيد الوزير غادي يكون معكم في الإقليمين جوج ديال الناظور ديال دريوش الأيام القليلة المقبلة، وإن شاء الله بما طلبتم من بما يتم الاشتغال عليه من اتفاقيات للتأهيل سواء باقليم الناظور او باقليم دريوش. وغادي يكون هذا اللقاء التواصلي اللي غادي يعقدوا معكم مناسبه لي اولا هذه الاشكاليات انها تعمل مشكل التذكير، لانه هناك امور مرتبطه بقطاعات وزاريه اخرى يجب ايصالها لامورنا، ولكن اللي مهم كذلك بانه غادي يكون التجاوب الايجابي مع الاشكاليات اللي عبرتوا عليها من خلال التدخلات الاولى اللي تم فيها. أنا محسوبة عليك هذه. شكرا سي راي. خير اسمح لي، غادي نبداو كومسا واحد. أولا أشكر الإخوان اللي سمحوا لي، أظن أنني أضم صوتي للسيد رئيس المجلس العروي على هذا المشكل اللي كنعيشو، بدون أن ندخل بنفس التفاصيل، لأن مشكل عويش كنعيشو.
المشكل الثاني هو انه اصلاح الوضعيه ديال البنايه قائمه. فعلا انا كنعاني واحد المشكل اللي عندنا في بنصا مثلا انتقل تمت لان جماعه قرويه البلديه ما كانتش عندها تسميه، كانت بنايه قائمه. الان المواطن كان تسميه تهيئه للدار اخيرا، كاين بنايه قائمه وفي وضعيه حسنه، ولكن ملي كنجيو للوكاله ما كاينش ذاك الفصل ديال القانون ديال 16 12 ما فعل شيء. اذا كنبقاو حايرين كيفاش هذا المواطن بغى يصحح الوضعيه رغم انني عندي الوكاله ديال مارتشيكا كيدار هذا القانون وكيتفعل وكنبثو في الارض. اذا كنطالبوا اقرب وقت ممكن نهار ذلك، لان المواطن بغى يدخل الضوء بغى يحفظ بغى يبيع بغى يشري، ولكن امام هذا القانون اللي هو ما فعل شيء. قانون انا الى رفع لنا دعوه راه غادي يربح، لان كاين قانون اللي مصادق عليه ولكن ما فعلش. شكون هو السبب؟ ما يمكنش انا تحرم مواطن باش نعطي له واحد القانون اللي هو صادق. اذا تفعيل اذا كنطلبوا منك السيد المدير قبل ما تمشي منا تهضر معنا مع المدير ديال الوكاله يتفعل هذا القانون، لان قانون تحت المواطن خصو يتفعل ويتصرف ويتدار. ثم انني كما اشار الاخوان اللي سبقوا لينا عندنا اعاده الهيكله، لان انتقلت تعطى لي واحد الجزء، ولكن بالنسبه للمشاكل ديال بني نصار والموقع ديالو فرخانه والموقع ديالو التموقع ديالو على الجغرافيا على الحدود ديال المنيه كنطالب دعم مدينه بني نصار بلده بني نصار لاعاده الهيكله للتغلب على المشاكل اللي كنعانيو في هذا المضمار ديال، لان علاش الا درنا اعاده الهيكله؟ لان تعطل التغطيه الشامله ديال قسم التغيير، ولكن الى كان اعاده الهيكله غادي تغلبوا على هذه المشاكل، رغم ان المجهود اللي دار معنا سعاده العميل في هذه الاحياء والطرق والاناره لا مشكور، ولكن كيبقى ان خصنا، لان كانت منطقه وشيء ما مشى ومحرومه من شل المسائل كما لا يفوتنا ان اشكر الاخوان المشرفين على الشباك المتواجد بتعوش المجهودات التي يقومون بها، وعند التعاون الكبير من اجل خدمه مصلحه المواطنين. كلمتي ستكون مختصره جدا. السيد المدير كما يخفى على الجميع راهي الاقليم ديال بتعوش على ما اعتقد راه اقليم كيمشي بدون وثائق ديال التعمير، يمكن اقليم كامل. وحنا هذا الشيء ثرتو في يعني في خلال المجلس الاداري العاشر، ان حنا ديال الابناء ديال اقليم ديال الدروش والريف بصفه عامه كنراهنوا وكنشوفوا بان ذاك الشريط الساحلي هو رافعه اقتصاديه واجتماعيه للمنطقة. من فتحت هذه القضية ماشي طرف فكري ولا يعني يعني الساكنة يعني تؤمن بما قلته، ولكن للغريب أن يمكن فتح الأرضفة يعني كانت يعني في هذا الشهر على ما أعتقد، يعني هذا الشيء فيه تعطيل ديال يعني ديال المصالح ديال المواطنين وديال التنمية ديال الإقليم. السيد المدير كما يخفى على الجميع راه حنا في الدروش ما عندناش كنمشيو بدون تصميم ديال التهيئه، راه انتهى في 2014. التنميه راه المحرك ديال التنميه في يعني في جميع الدول ماشي غير في الجامعات هو البناء. البناء رؤساء المجالس الترابيه باقليمين ناظر والدروش، اعتذر ان كنتم قد فهمتم شيء اخر حيث كان الغرض من تدخله هو التذكير بجدوى الاعمال هذا المجلس الاداري. سيد رئيس النيابه، اعتقد انني احضر مجلس اداري خاضع لمقتضيات قانونيه محدده نصوص عليها عن التوالي في كل من ظهير 1993 محدده وكانت الحضاريه وكذا من مرسوم التطوير، ولكن نكون واضحين فاعتقد بان المقتضيات القانونية لم تحترم في هذا الاتجاه. أقول السبب لماذا؟ أعتقد أن رئيس هذا المجلس الإداري هو السيد رئيس الحكومة،
أو ممثل عن يكون عادة هو وزير إسكان والتعمير وسياسة المدينة ومجاورها طبيعة الحال. وأظن أن ترأس مدير التعمير لهذا الاجتماع اجتماع المجلس الإداري وفق مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم التطبيقي لظاهر محدد الوكالة، فإن مدير التعمير ومدير العام للتعمير كما جاء في صياغة ديال المادة الثالثة هو يحضر بصفة استشارية. وأطلب من السيد المدير إن كان فعلا يمثل رئيس المجلس الإداري الذي هو رئيس الحكومة أو وزير مكلف بالتعمير، وإن كان الأمر لا يختلف فالمهم أننا نجتمع في حظيرة المجلس الإداري وفق جدول أعمال محدد وواضح المعالم، لا يحتاج إلى أي جهاد من طرف السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري. في إطار التفاعل مع العروض المقدمة في هذا الاتجاه في هذه الصبيحة، لابد في البداية السيد رئيس المجلس الإداري بالنيابة من إشادة بمستوى العمل الجبار المبذول من طرف جميع أطر ومستخدمي الوكالة الحضارية للنظر. السيد مدير الوكالة الحضارية والإخوان الأطر مرافقين له، فأنا كنظن الصوت ديالي لجميع الإخوان اللي سبقوني في التدخل ديالي. وبداية كنشكر السيد المدير ديال الوكالة الحضارية والأطر ديالو على المساهمات ديالهم معنا في إعادة الهيكلة اللي شرفوا عليها في الاستجابة للمشاكل اللي كنطرحوا عليهم، يعني كنشكرهم وكنطلب منهم جميع الشكر على هذا المنبر. واحد النقطة ربما الإخوان ما شاروش لها اللي بغيت نذكر بها هي النقطة ديال استخلاص واحد الواجب ديال الدراسة ديال الملفات المتعلقة بالإذن بالتقسيم. إذا كان سبق لنا طرحنا هذه النقطة وجاتني واحد الصدفة أن واحد العائلة قسمها على ثلاثة ديال الحصص. إذا فالإخوان اللي سبقونا في الوكالة الحضارية كان داز شي مجلس إداري وصمتوا على واحد الرقم اللي هو 0.20 أو 0.24، يعني هذا الرقم بالنسبة للمجال الحضاري كيبان لنا لا يساوي شيئا. الشخص هذا اللي كان ذكر عليه جات ليه 40 مليون، راعي واحد راه فيها راس سدرة ما صالحاش الأرض. إذا كانت درتوا هاد 0.20 على الصعيد الوطني وما كان بغيتش نذكر، راه يعني مول العقار ما غاديش باش يقسم. أولا أشاطر بما جاء به الأستاذ الفتاحي عبد المنعم فيما يخص الدراسات والقرارات في اللجان على الصعيد المركزي. أولا الحضور اللي كنا لكل الإخوان ديال الوزير، لأن الوزير عنده نقلة سياسية والتشريع كما تعلمون القوانين كيف تحرر وكيف يقع فيه من مساومات بألوان سياسية. أنا كنعرف مزيان سي بن علي، لأن أنت حتى أنت كمدير ديال التعمير القانون ما معمركش عينيك. ندرجو شوية، هل يعقل من القانون 90 إلى يومنا هذا أكل علي الدار وشارب قائل وأركيك؟ قيل اش نديرو دي موديفيكاسيون دو لوا، نبدلو القوانين إلا باش الزجر. بغيت نعرف أنا اليوم الصباح كنسمع السادة الرؤساء الله يحسن عاونو الهموم اللي عندهم، شنو هاد الضو ديالهم؟ إلا ما عندكوش فيهم الثقة زولي لهم التعمير، مديروش انتخابات كاع نهائيين. نتهناو نهنوهم أسيدي، دافعوا للنار، دافعوا في الوجه. ملي كنسمع سي اقوطا شنو كيقول المسائل، واش هاد الناس بالله عليكم واش كاين شي تشريع منغلق؟ قضية أشخاص، أقوله قضية أشخاص في المملكة المغربية. بواحد التجربة اللي عندي
مع وزارة المالية وفي المديرية الجبائية شخص مدير العام ديال الضرائب خلق إن غيفوليسيون دو لوا شخص ما فيه وزير لا برلمان ولا يديك ولا يجيك بكل التعامل الآلي والمسائل ومشى واحد النظام ميريكان عندنا يشهد له في سنة عمل إن غيفوليسيون حتى هذاك سيرفيس داكوي غادي يزولوا اليوم غادي تدخل بوحدك ما غادي تشوف لا مفتش ولا مفتشه ولا كذا اللي عليكم هذا التعمير درنا بحال بقره الحانوت اجي تخلص هنا في الوكاله دوز المحافظه عاود زيد في الاتم فين ماشي بهذا الشعب فين ماشي في نفس الوقت وفي هذه المجالس السابقه قلنا بلي هذه السياسه ديال التعمير الضم الصوتي للسيد طيبي باللي هاد العمارات اللي كديروا سيسون دي غيطو هاد النموذج اللي كندرجوا بهم وكنهزوا البندير راه درنا 14 مليون 20 اشارات اعطونا النتيجه ديالهم في مده 10 سنوات انه قنابل قابله للانفجار الديموغرافي الى كانت هذه هي سياسه المدينه انا اعتبرها بلي سياسه فاشله الله يخليكم بدلوا من هذه سياسه التعمير لان المغرب في خطر هاد المنظور ديال هاد البناءات على اوتور سي ان دونجي لي سبولينا الرضاعه ديالنا السابقه فرنسا دي زون اليميني اللي كانوا خلقوا دي زون يوربان بوبيلار لي جيب جيب لون جيب سيد جيب اس جيب اوست الى كنا كنقلوا عليهم هذاك الشيء كان قديم اليوم علاش بغينا باش يسمع الوزير شنو كاين باللي هالسياسه ديال هاد العمارات ديال هاد 14 25 غادي تخلق لينا واحد الانحراف كيفاش بالله عليك كتشوف دي بروتال دي موبل ايسون دي زيسباس ديال السوق هذا هو اللي خلق فرنسا خلق فيها مشاكل في هذوك لي كاب لي كاراج والمسائل لا ديلانكونس سي سون دي زيتود نرجعو للدراسات نرجعو لهاد الدراسات وإعادة السياسة بلا ما نبقاو نجيو هذوك الخطابات عندنا ديفيسيت ديال إكس ولا كذا سي سون دي فوزيتود لأن ولينا اليوم في واحد الموضة جديدة الموضة جديدة غير في المغرب اللي ما عندهاش رقابة اوراق سو سون دو ديكوبي كولي دي زيتود هنا فين خصها تدخل لا كور دي كونت السادة أعضاء المجلس الإداري السادة رؤساء الجماعات السادة أطر الوكالة الحضارية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا أنا كنظن الصدوق ديالي لسي أقوضة ديك الشيء اللي كيعيشوه راه الجماعات كاملين كيعيشوه راه واحد الورطة مع المواطنين يرثى لها بكل صراحة وفي هذه اللحظة كما كتعرفوا الجماعات كيعيشوا واحد المرحلة جديدة متميزة وهي وثيقة التعمير الجديدة اللي كنشكروا فيها الوكالة الحضارية والمصالح ديال العملاء ومن طبيعة الحال الجماعات الترابية مساهمين فيه واحد شيء كبير فاش خرجت لهاد الوثيقه للوجود وهاد الوثيقه خصنا نحترموها وفيها كما تفضل السي عبد الحفيظ فيها مناطق خصنا نحترموا اللي كاين فيها ونديروا شراكه مع المصالح المعنيه باش يتعاونوا مع الجماعات الترابيه ينجزوا هاد المشاريع اللي محطوطه في الواقع لان كتعرفوا الوكاله بالنسبه للجماعات ما عندهاش جهد باش دير هاد الشيء باش تنجز هاد الشيء يلاه كتضارب مع الاداء ديال الموظفين والاناره العموميه هادشي اللي عندها باش تنجز شي حاجه على هاد الارض باش تخرجوا للواقع راه ما كاينش
النقطة الثانية اللي بغيت نشير لها وهي بالنسبة بعد أنا رئيس جماعة حداد المشلي. واحد الجهة عندي أنا في الجامعة كانت خارج تصميم التهيئة. وفي هذا التصميم التهيئة جديد اللي شامل الجميع على ما أظن شي 95% ولا 96% الجامعة ديالي حداد شامل هذا التصميم ديال التهيئة. هاد البلاصة اللي كانت خارج تصميم التهيئة كانوا فيها بنايات. كاين البناية اللي فيها 20 عام. وكاين ديال العشرة المهم البنايات قديمة. هاد الناس إلى حدنا إلى يومنا هذا باقي كيعانيو ما عندهم لا ماء لا ضوء لا طريق لا هادي لا هادي لا هادي. كيجيو للجامعة راه ما كيجيو حتى ما كيمشيو حتى لشي بلاصة. كيجيو للجامعة كيقول لك راه أنت اللي سديتي علينا كامل. راه حنينا التاريخ فاش بنينا. راه السلطات عطاونا الإذن باش نبنيو في ذاك الوقت. إذن أنت خصك تحمل المسؤولية ديالك تجيب لنا الماء ديالنا والضوء ديالنا والطريق ديالنا وهادي وهادي. هاد الشيء ما غاديش نكرر المجهودات اللي داروا اللي دارت الحكومه والجهه بحال الضوء ان شاء الله راه يمكن غادي تكون بشراكه مع الجهه والمكتب الوطني للكهرباء على ما اظن كاين فتح الاضرفه في هذا الشهر الجاي نتمنوا الخير. ولكن الغريب في الامر هاد الناس اللي بانيين تما راه الوثائق الملكيه ما عندهمش. راه كيشري القطعه كيقول له سير تبني عاد يمشي يضرب باش يخرج الوثيقه. هذا مشكل خصنا نحلوا لهم المشكل ديالهم بهاد الناس اللي ما عندهمش الملكيات ديال الاراضي. هو القطعه شاريها الله يحسن العون. راه كما تفضلوا الاخوان ما عرفتش شكون اللي شار ليها كيقول لك خصنا نبينوا له سير تبني على ما اظن ست يبي كيقول لك نديروا الاماكن فين غادي يبني ويكونوا معروفين سير لهي سير لهي سير لهي. هاد الناس راه كيعرفوا هاد البلايص ماشي ما كيشوفوهمش. راه عارفين باللي كاين التجزئات ولكن الله يحسن عاونو راه ما يقدش راه ما يقدش يمشي يشري الارض مليون فرانك باش يبني فيها الدار ديالو. راه هو هاد الانسان عنده 50000 درهم في الجيب كيشري ديك القطعه ب 20000 درهم و 30000 درهم كيبدا بيها يدير بويته يزيد عندها الكوزينه والداخل ما كيحرش كيسكن هكذاك. ولكن نرى الناس ديال الوكاله مشكورين راه خرجوا معايا لواحد الحي راه الناس اللي مشاو تما بكل صراحه بغاو يهربوا شافوا الحاله فاش عايشين الناس. واحد لاصق واحد بيت وحده وداير السدره قدام الباب ولكن كيجي يقول لك اعطيني الضوء. انا مواطن مغربي خصني نسكن وخصني الضوء وخصني الماء. اذا هذا السيد مدير التعمير ارى عندنا اشكال في هذا الشيء خصكم تلقاو لنا الحل الله يرضي عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المجلس الاداري السيد العميد الساده رؤساء المجالس الاقليميه الساده رؤساء الجماعات الساده اطر الوكاله الحضاريه الحضور الكريم. كان عندي واحد المجموعه ديال النقاط باش نطرحو ولكن يعني التدخل ديال الاخوان الرؤساء يعني تطرقوا لتقريب جميع النقاط اللي كنت غادي نطرحو. والمشكل اللي الهم واحد في الحقيقه الهم اللي عندنا في جامعه الناظوره كاين عند زيو كاين عند دريب شميدار يعني تقريب نفس الاخر. ولهذا غادي نركز على واحد جوج النقاط اللي غادي نطرحو. بالنسبه القانون 66/12 بالنسبة للمتعلق بمراقبة تسجيل المخالفات على حساب الديور يعني اللي تبناو الغير قانونية المنازل الغير قانونية اللي تبناو في واحد الظرف استثنائي اللي كتعرفوا الجميع بلا ما نذكروا الاخر. واحد العدد يعني احياء كلهم يعني احياء انبتات في واحد الظرف الوجيز. ولهذا يعني دابا هادو يعني هذا واقع راه كاين. والنص التطبيقي مثلا اللي تصدر دابا هذه مده سنه ولا اكثر من سنه يعني وتنشر في الجريده الرسميه لحد الساعه يعني ما كانش. ولهذا يعني بالنسبه للمجالس
راهم في حيره مع هاد الناس وراهم في مشاكل يوميه يعني الى ما نقولوش يعني حرب كما قال السي قضاد والسي السي رئيس الجماعه ديال زيو لان التقريب غيجي واحد الوقت اللي يمكن نقدموا استقاله جماعيه ونخرجوا كاع من هاد المجالس ونخليو هاد الشيء نشوفوا اللي غادي لان مشكل حقيقي في الحال والوزاره خصها تاخذ بهذا الشيء بعين الاعتبار يعني وتمشي يعني تخدم على هذا الشيء تكون مثلا اللي جا ولا باش يدرسوا هذا الملف التطبيقي خصو النص التطبيقي خصو يخرج الوجوه باش نلقاو الحل لهذا لان المشكل دابا هاد الناس ساكنين راه ما نقولوش 100 دار 200 الف راه الوف وما حصل عاون هما ساكنين وعندهم ولادهم حتى هما وبغيو يعيشوا بالاخر ولكن بهذا النص التطبيقي اللي ما خرجش خلق لنا مشكل مثلا كالجماعه نهضر على جماعه الناظور اللي عندنا واحد يعني حرب يوميه مع 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 الناس الله يحسن العاون كيجيو كيقدموا طلبات ديال باش يحصلوا على الرخص وكنقولوا لهم يعني راه ما عندكمش الحق لان راه النص التطبيقي مازال ما خرجش وهذا كنهضروا على المناطق اللي شملها وثيقه التعامير يعني راه كتلقى مناطق يعني مثلا في المدار الحضري ديال جماعه الناظور مثلا بلان تاميناج موصل واحد المنطقه في حين ان المدار الحضري ديال الجماعه مازال ما واحد العدد البنايات ما شملهمش هذه الوثيقه ديال التعمير واحد اشكال اخر هذا يعني يمكن المشكل رقم واحد اللي داخل المدار المشمول بالوثيقه التعمير مثلا غادي يجي نص تطبيقي ويتحل المشكل ديالو ولكن كاين مشكل ثاني خص تفكروا فيه بالنسبه للبيريميت فين وصل دابا التصميم التهيئه هذا مشكل وبالنسبه كان واحد السؤال يعني كنوجهو لان يمكن بعض الجماعات واش كيعطيو ولا مثلا هذه الشواهد الاداريه لاجل الربط بالماء والكهرباء على اساس باش يسوي الوضعيه الجبائيه انا كنسول على مدى قانونيه هذا الاخر هذا سؤال النقطه الثانيه اللي غادي نهضر عليها بالنسبه دابا الناظور الجامعه ديال الناظور عندها واحد الوضع يعني في حقيقه استثنائي لان يعني محصوره من اربعه الجوانب كاين مثلا الجهه ديال الشرق كاين أراضي السكوية والآخر كاين جهة الغرب كاين الجبل يعني راه كتشوفوا حتى المدينة والمنطقة الشمالية كاين مثلا البحر يعني واحد العقار اللي هو قليل على السكينة الناظور اللي كتوصل واحد 163 راه وصلت دابا 170 ألف نسمة وكتزاد 3% في كل سنة تقريبا كتزاد 3% كل سنة ولهذا يعني كنطالبوا بالنسبة للوكالة الحضارية مع ما يخص عصرنة واجمة وضعت الوكالة وضعت لي توكيم أونلاين وبعد الكلمات الافتتاحية لإشغال هذه الدورة والتي ستتم في الكلمات الحاضرين سوف تتم بعد ذلك مصادقة على محضر الدورة السابقة يعني الدورة التاسعة بشمال إنجلتكم المرة كذلك سوف يتم تقديم عرض لمدير الوكالة الحضرية للناظور يعرض بتفصيل التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2016 وكذا برنامج توقعي لسنة 2017 بعد ذلك هناك تدخل للسيد مدقق الحسابات لتقديم الوضعية المالية لسنة 2016 تليها بعد ذلك مناقشة عامة لجميع التقارير التي ستعرض عليكم وبعد ذلك سوف نمر لعملية المساكنة وكذلك وسيلة للارتقاء بالتنفس الترابية وكذلك ضمان حقوق الأجيال المستقبلية الخطاب الملكي في الدورة الافتتاحية الجائية الأخيرة حول إصلاح الإدارة خطاب جد مهم فيه توجيهات وتعليمات
واضحة المعالم يجب أن نبلورها في مختلف برامج عملنا، وأكيد بأن الوكالة الحضرية من المنتظر أنها تفعل في مجال تدخلها أغلب أو كافة ما هو مبرمج وما هو مسطر وما يمكن أن يفي بالغرض. سيدة السادة الحضور الكريم، ففي البداية لابد من تذكير بعض السياق العام الذي يأتي في هذا المجلس الإداري. فهذا المجلس الإداري 11 للوكالة الحضرية للناظور ينعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية كما سبق الذكر من طرف رئيس المجلس الإداري، لا سيما الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدارة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، والذي أكد فيه جلالته على تفعيل لا مركزية والجهوية واللا تمركز إداري واعتبار تدبير شؤون المواطنين وخدمة